أشاد الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين بالدور المتميز الذي اطلعت به جموع العمال العراقية في تحمل مسؤوليات تدوير عجلة الاقتصاد في أصعب الظروف، مؤكدا في رسالة تهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي أهمية دور الطبقة العاملة في إشاعة أجواء الاستقرار وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية لما يتمتعون به من خبرة متراكمة بمختلف القطاعات. وأثنى محافظ صلاح الدين على دور عمال العراق في المحافظة على ثوابت الوطنية من خلال استحضارهم للهمم في إعادة أعمار المصانع التي دمرها الإرهاب، بما عزز النشاط الاقتصادي ووفر أجواء السلم المجتمعي في المناطق المحررة، مطالبا بتعزيز دور هذه الشريحة المهمة من خلال تشريع القوانين التي تنهض بمستواها وتواكب الوضع الجديد للعراق وتعطي دافعا أكثر لهم للعطاء بما يحقق قفزات كبيرة في الإنتاج الوطني. وجدد الدكتور المهندس عمار جبر خليل تهانيه للطبقة العمالية في محافظة صلاح الدين والعراق عامة، مثنيا على دورهم في تطوير الواقع الاقتصادي في البلاد.